الأخبار من الراي. هيئة الرؤية الشرعية تعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل، وغدا الثلاثاء المتمم لشهر شعبان. مجلس الوزراء يؤكد ثقته بقدرة مصر على تجاوز المرحلة، ويعلن تقديم العون لتدعيم مقومات الأمن فيها. عندنا إن شاء الله افتتاح واستلام المسجد الكبير. المسجد الكبير بحوزة الأوقاف بعد انتهاء أعمال الصيانة، وسط تأهب لاستقبال المصلين في رمضان. أنتم اليوم تنهون مرحلة مهمة من مراحل حياتكم التعليمية لتبدأون إن شاء الله مرحلة جديدة. نحن واثقون بقدراتكم على تحمل المسؤولية. فرحة عارمة بنتائج الثانوية العامة، والحجرف يكرم نخبة من الطلبة المتفوقين. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، حيث لم تثبت رؤية هلال رمضان الليلة، وعليه يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان من العام 1434 هجريا. وكانت هيئة الرؤية الشرعية قد اجتمعت في تمام الساعة 7:30 لتحري الهلال في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ولم تثبت رؤية الهلال. كل عام وأنتم بخير. أرخت الأحداث التي تشهدها أرض الكنانة بظلالها على اجتماع مجلس الوزراء، الذي عبر عن خالص التهنئة لرئيس جمهورية مصر المؤقت المستشار عدلي منصور لتوليه مهام رئاسة الجمهورية، متمنيا له النجاح والتوفيق في استكمال مهمته الوطنية. واستذكر المجلس موقف المحروسة في نصرة الحق الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت، مشددا على أن الكويت لن تدخر جهدا في تقديم كل عون ممكن من أجل تدعيم مقومات الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الديمقراطية في مصر، بما يمكنها من استعادة دورها الحيوي والمعهود في أسرتها العربية والدولية. من جهة أخرى، وافقت الحكومة على مشروع مرسوم بقانون بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي. وفي تطورات الأحداث في مصر، أكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي أنه لن يكون هناك تعقب لأي فرد خارج إطار القانون خلال الفترة القادمة، مشددا على أن الجيش لن يتسامح مع أي عبث بالأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجيش بعد أن وقعت اشتباكات عند دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، قتل خلالها 51 شخصا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وبلغ عدد الجرحى 435 مصابا. وقال الجيش إن جماعة حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري، بينما قال جماعة الإخوان المسلمون إن الجيش فتح النار على مؤيد الرئيس المعزول بينما كانوا يؤدون صلاة الفجر. كل الاجراءات دي بتسمى علميا حرب نفسيه، حرب معلومات، لان لازم نتعامل مواقع جديد. الحروب في العصر الحالي ليست بعبور الحدود وبالاسلحه بعيده المدى، هناك حروب كثيره بتدار، احنا شفناها موجوده في منطقه الشرق الاوسط منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. انا بسميها حروب ما يسمى بيسموها علميا اسمها اسيماتريكال وورفير، حروب غير نمطية، آخرون يسموها حروب الجيل الرابع، أنا أسميها حرب معلومات أيضا. كلها حروب بهدف أن تدار ضد الدولة حرب بواسطة مواطنيها
وبيكون السلاح الرئيسي في هذه الحرب هو نشر الفتن والإشاعات والأكاذيب. وأنا بقول لكم إن كل الإجراءات اللي حضراتكم قريتوها، وأنا مش محتاج أدافع عن ثقة الشعب المصري في جيشه ولا عن الجيش المصري، أعتقد إن الجيش المصري أسمى بكثير من ذلك وحضراتكم تعلمون، ولكن أنا جايز بحاول أثقف المواطنين المصريين بطبيعة ما يتم حاليا من إجراءات فيما يسمى بالحروب الجديدة، وهي حروب زي ما بيقولوا عليها destroyer own self، يعني دمر نفسك بنفسك، وإن شاء الله ده لن يسمح في مصر بإذن الله تعالى. أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريد المعوشرجي استلام الوزارة مسجد الدولة الكبير رسميا من الديوان الأميري بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة. تصريح المعوشرجي جاء على هامش وضعه حجر الأساس لمشروع إدارة مساجد حولي، وأوضح الوزير أن المسجد سيعود لاستقبال المصلين خلال رمضان المبارك، وأن أعمال الصيانة أنجزت بوقت قياسي. تشرفت في هذا اليوم المبارك بوضع الحجر الأساس لمشروع مبنى إدارة مساجد محافظة حولي، وهذا أحد المشاريع المرصودة في ميزانية هذا العام، وإن شاء الله ستتبعه مشاريع كثيرة أخرى لوزارة الأوقاف. اليوم كذلك عندنا إن شاء الله افتتاح واستلام المسجد الكبير، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة العاملين في الوزارة على جهودهم المباركة لخدمة مساجد الله سبحانه وتعالى وخدمة المصلين في هذا البلد المسلم الطيب الكريم. وكذلك لا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل كذلك للأخوة في الإعلام في جميع المؤسسات الإعلامية على متابعة مشاريع الوزارة والاهتمام بها. أعلن رئيس لجنة إعادة التأهيل لمسجد الدولة الكبير عبد العزيز إسحاق أن التكلفة الإجمالية لمشروع ترميمات المسجد بلغت حوالي 5,250,000 دينار، واستغرق إنجازه حوالي 3.5 أشهر، موضحا أن تصميم وأعمال التدعيم للجسور والأعمدة الرئيسية تم من خلال اختصاص عالمي عمل على معالجة الجسور الرئيسية والثانوية وإعادتها إلى قوتها التصميمية، ومن ثم إضافة ما نسبته 40% من قوة التحمل لتلك الجسور والأعمدة. كرم وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف كوكبة من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وأكد الحجرف على أن الطلبة حصدوا نهاية عام كامل من التحديات والجهد والبذل توجت بما حصلوا عليه من معدلات مرتفعة، فيما قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر إن مؤسسات الدولة ممثلة ببنك الكويت الوطني لا تبخل على الطلبة وتفتح ذراعيها لاحتضانهم والوقوف معهم في سبيل صناعة المستقبل في مختلف الميادين. الفرحة الكبيرة التي لا تسع أبنائنا وبناتنا الطلبة، وهم اليوم يتميزون بهذا التفوق والنجاح، وهم يرون حصيلة الجد والاجتهاد والمثابرة والعزم والصبر والتحمل بكل الليالي الطويلة التي درسوها والامتحانات الصعبة التي اضطروا أن يؤدوها وحجم وضغط العمل، واليوم كل هذه تبقى ذكريات جميلة تعطيكم بعد الله المدد والعون نحو استمرار الطموح والتحدي والتفوق، وأنتم اليوم تنهون مرحلة مهمة من مراحل حياتكم التعليمية لتبدأون إن شاء الله مرحلة جديدة. نحن واثقون بقدراتكم على تحمل المسؤولية بجدارة، لأنكم دون شك نخبة شبابنا الواعد والطموح، فمن أي موقع تختارون
أن تخدموا فيه الوطن، سواء كأطباء أو مهندسين أو أصحاب مشاريع أو موظفين فاعلين، فإنكم خير من يساهم في صناعة المستقبل المنشود لوطننا الغالي. أبنائنا وبناتنا الأحباء، إن الحلم يبدأ اليوم معكم، ونحن جميعاً خلفكم وبجانبكم. تقف مؤسسات هذا الوطن الراعية لشبابنا وكوادنا، وفي مقدمتها بنك الكويت الوطني. أكد مرشح الدائرة الأولى يوسف الزلزلة على ضرورة اختيار حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد وتنفيذ مشاريع التنمية. وانتقد الزلزلة خلال تدشين الندوة الافتتاحية في حملته الانتخابية تحت شعار مشروع دولة آلية اختيار الوزراء، مشيرا إلى أن الكويت تحوي العديد من الكفاءات. الكويت ما شاء الله فيها من الكفاءات الكثير، لكن الأسلوب في التوزير غلط، الأسلوب في اختيار الوزراء غلط، ولذلك نحن لسنا بمشروع دولة، نحن مشروع نهاية دولة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وهذا الخطر الأكبر. لذلك أتمنى إن شاء الله تعالى أن نرى مستقبلاً حكومة قادرة على أن تفعل أدواتها، حكومة قادرة على أن تطبق القانون، تطبق الدستور، حكومة قادرة على أن تنفذ المادة 7 و8 من الدستور التي تتكلم عن أن الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هم أركان هذا المجتمع. نتمنى إن شاء الله أن نرى حكومة بوزراء بعيدين كل البعد عن الطائفية والفئوية والقبلية والذاتية اللي هي موجودة في بعض الوزراء في الوقت الحالي. نريد أن نرى اختيار لفريق حكومي متكامل. أنا لا أتكلم على رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء هي من اختصاصات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، هو الذي يختار، لكن أتكلم عن من سيتم اختياره من وزراء. بمناسبة تدشينها قسم شباب زون، افتتحت شركة بنتا المتخصصة بالأثاث مؤتمر المصورين الأول، والذي يتيح للشباب الفرصة لعرض مواهبهم واستثمارها في معرض بنتا، حيث يتم بيع الصور، وذلك بهدف دعمهم وتنمية المواهب. وتطمح الشركة إلى توسيع اهتمامها بالشباب، حيث ستفتتح معرضا آخر حول الأثاث. هذا الإبداع وهذه الصور الفظيعة صراحة اللي شفناها، وين تروح؟ شلون تقدر تستفيد منها أنت مصور؟ اليوم بنتا تقدم هذا الحل بهذه الشراكة. الدعم هو مجرد دعم مادي مقطوع وانتهى الأمر، لكن احنا قاعد نتكلم على شراكة استراتيجية مستمرة. اللي حاب يدخل في هذا البرنامج راح يوقع عقد مدته سنة، يستفيد من هذه المزايا. وشنو الرسالة المهمة اللي قاعد نقول لك إياها؟ ركز على هوايتك، لا تطلع من هذه الهواية، لا تطلع بسبب تكاليفها، لا تطلع بسبب أنك منت قادر تغطي هذه المصاريف وتدخل في مجالات ثانية ما هي هوايتك. يعني أقول لك ركز على هوايتك وبنتا راح توجد لك الحل. اليوم في مؤتمر المصورين الأول وحفل تدشين قسم شباب زون، نعلن نحن شركة بنتا بدعمنا لمواهب الشباب من خلال عرضها وبيعها في معارض بنتا، سواء كانت بالكويت أو برا الكويت. هذه خطوة كانت من الشركة لدعم هذه المواهب الشابة وتبنيها، سواء كانت في عرضها عندنا في الشركة أو غيره. شباب زون، قسم شباب زون هو قسم يهتم بطاقات الشابة. كانت البداية معنا أو الانطلاقة الأولى في قسم المصورين من خلال عرض صورهم وبيعها داخل المعرض. مثل ما أنتم شايفين عندنا في المعرض هنا أو في هذا الحفل، حبينا أن نعرض بعض أعمالهم حتى يأخذون المصورين عندنا فكرة عن هذا القسم ووجوده أيضا داخل معرض بنتا. كبداية هذه إن شاء الله الخطوة الأولى
في هذا القسم. إن شاء الله هناك أيضا في خطوات قادمة من أصحاب المواهب الأثاث، أيضا إلى أصحاب الشركات أو المطاعم اللي عندهم المطاعم المنزلية وغيرها من الأمور. فهذه باختصار شباب زون، نتأمل إن شاء الله يحوز على رضا الجميع. نشرتنا متواصلة فيها بعد الفاصل. الخطوط الجوية الكويتية تعتمد خطة مستقبلية لتطوير قطاع التسويق والمبيعات. من جديد أهلا بكم. اعتمدت شركة الخطوط الجوية الكويتية الخطط المستقبلية لتطوير قطاع التسويق والمبيعات، وذلك بهدف استعادة مكانتها وكفاءتها التشغيلية وثقة العملاء والخدمات الأرضية والجوية عالية المستوى، وتهيئة الشركة للربحية الجديدة خلال 3 سنوات. وتشمل الخطط استراتيجيات عدة، أهمها تشغيل رحلة يومية على الأقل لمختلف الاتجاهات، وتشغيل رحلتين يوميا إلى بعض الاتجاهات، وتطوير عملية الربط بين الرحلات سواء من الشرق إلى الغرب أو بالعكس، وصولا إلى تنمية وتطوير حركة النقل الجوي. يعتزم ديوان الخدمة المدنية طرح المشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف وفرص العمل لمعالجة اختلالات السوق وتوفير فرص العمل. وبهذا الصدد أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن المشروع يأتي ضمن مشاريع مدرجة بخطة التنمية في استراتيجية برنامج عمل الحكومة، وقال إنه تم عرض المشروع على مجلس الخدمة المدنية، مضيفا أن الديوان يبذل جهودا لتوظيف الكويتيين بالجهاز الحكومي وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. أعلن بيت التمويل الكويتي بيتوك توزيع عوائد استثمارية بالعملات الأجنبية الرئيسية والوديعة الثلاثية بالدينار الكويتي لفترة الربع الثاني من عام 2013. وقال مدير إدارة الخزانة بالوكالة جاسم الياسين إن الودائع حققت في تلك الفترة عوائد جيدة مقارنة بعوائد العملات الأخرى على الرغم من اضطرابات أسواق المال العالمية، مشيرا إلى أن الوديعة الثلاثية بالدينار حققت عائد خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 60 عشرا من النقطة المئوية، معتبرا هذا العائد منافسا مقارنة بما يقدمه السوق بعوائد العملات الأخرى. نشرتنا متواصلة فيها بعد الفاصل. افتتاح مبهر ومعبر إذانا باستضافة الكويت لبطولة العالم المصغرة للأندية لكرة القدم للصالات. من جديد أهلا بكم. تنطلق بدءا من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى 18 من الشهر ذاته بطولة العالم المصغرة للأندية لكرة القدم للصالات بمشاركة 12 فريقا يمثلون جميع القارات، من بينهم فريقا القادسية وكاظمة. وشهد حفل افتتاح البطولة عروضا مميزة نالت استحسان الحضور، وتنذر ببطولة ستكون هي الأقوى من بين الدورات الرمضانية. تقرير لأحمد العنزي يستعرض فقرات حفل الافتتاح. كما هي عادة الشباب الكويتية في تنظيم البطولات العالمية، فإنها حتما ستكون متميزة على مستوى الحدث وتخطف أنظار الحضور. فافتتاح بطولة العالم المصغرة للأندية لكرة القدم للصالات جاء معبرا ومبهرا. افتتاح رائع متميز، حقيقة فخورين بأن تنظم بالكويت بطولات في هذا المستوى من الأعداد يعني التنظيمي المتميز، مشاركة عالمية في دولة الكويت. لا شك هنا أن نشيد في رعاية الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد، وأيضا للجنة المنظمة لما قامت فيه وعلى رأسها سعادة الشيخ طلال محمد الصباح. وتنظيم هذه البطولات يأتي ضمن استراتيجية واهتمامات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في دعم الشباب
وطاقاتهم وأبداعاتهم. رائع ثم رائع ثم رائع، موفقين إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله فعاليات البطولة والمسابقات النجاح. فقرات فنية عديدة استمتع بها الحضور الكثيف على مدى ساعة ونصف الساعة، شملت تقديم العديد من الفقرات الإلكترونية والإنسانية، وجميعها تعبر عن الفلكلور الخليجي والعربي والأسيوي والأوروبي، وترمز إلى الدول المشاركة أنديتها في هذه البطولة. افتتاح رائع جدا ومعبر عن جميع الفرق والدول المشاركة في الدورة، وأعتقد أنها بداية طيبة ومباركة لهذه الدورة الهامة إن شاء الله، ونأمل أن نرى مباريات طيبة وأن نرى فرق قوية مشاركة في هذه الدورة، ونأمل أن يجد الجمهور الكويتي متعة في هذه الدورة إن شاء الله. أنا سعيد بتواجدي مع أشقائي في الكويت، وتواجدي أيضا مع شيخنا الشيخ عيسى بن راشد، ولا شك أن هذه المناسبة من المناسبات العزيزة على الجميع، خاصة وأنها تجمع أبناء الخليج وتجمع أبناء العالم على صعيد كرة القدم للصلاة. وبلا شك أن الأخوة الأشقاء في دولة الكويت قدموا لنا لوحات جميلة من التطور الفكري والمنهجي في رياضة كرة القدم، وفي نفس الوقت كرم الضيافة ليس بغريب، والتواجد الكامل للحشد الكويتي في هذه البطولة سيضيف لها بعد آخر، وهو أن رياضة كرة القدم للصلاة لم تكن في منأى عن المنطقة، وأبناء المنطقة سعيدين بوجودها، وإن شاء الله سنسعى رؤساء الاتحادات على تطوير هذه الفكرة وتعميمها على جميع أبناء المنطقة. حفل الافتتاح اعتمد على الأداء الإلكتروني وشاشة ضخمة إلى جانب أحدث التكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والضوئية، بوجود طفل يمارس فنيات كرة القدم. إن شاء الله قدرنا نوصل ونوصل شيء مميز باسم الكويت لجميع الدول المشاركة والمشاهدين عبر التلفزيون، ونقول إن شاء الله هذه الكويت موجودة للحين في الرياضة، وإحنا عندنا ممكن نستضيف بطولات عالم، وأيضا ممكن أن إحنا نستضيف ونقدم شيء مميز للكويت في هذه البطولات، ونقول لهم إن شاء الله يشاهدونا خلال شهر رمضان المبارك من جمهور يحضر البطولة ويستمتع، وهناك أيضا راح تكون في جوائز غيمة للجمهور إن شاء الله. الشيخ سلمان الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ممثل رئيس مجلس الوزراء راعي البطولة، أعلن افتتاح فعاليات البطولة بتسلمه كرة من طفل طائر، وهو أيضا ما لفت انتباه الحضور لهذه الفكرة المتميزة. احتفالية مميزة وفقرات فنية رائعة متنوعة نالت استحسان الحضور، إذن بانطلاق بطولة العالم المصغر للأندية لكرة القدم للصالات. أحمد العنزي، الرأي. أجريت على صالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد قرعة دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان 34 الرمضانية لكرة القدم للصالات، وشهدت القرعة حضور ممثل راعي البطولة أمير البلاد ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح، إلى جانب العديد من الرياضيين والممثلين الذين قاموا بعرض فقرات الدورة والجوائز القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للدورة وللحضور. وتعتبر دورة الروضان من أقدم وأمتع الدورات الرمضانية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتشهد حضورا جماهيريا لافتا طوال فترة إقامتها. هذه الدورة التي أثبتت خلال أكثر من 34 عام نجاحاتها المتواصلة في تنظيم العديد من الدورات والمسابقات الرياضية في كرة القدم، وكانت وما زالت محل اهتمام المجتمع الكويتي واهتمام شبابنا في هذه اللعبة، لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الهامة. كل الشكر والتقدير لأسرة الروضان الكرام، وأيضا للجنة المنظمة على جهودها وسعيها لتطوير هذه الحقيقة الدورة إلى أن أصبحت الآن في مصاف العالمية من خلال استضافتها العديد من الفرق العالمية. السعادة دائما تأتي من النجاح، ولا يأتي النجاح إلا بالإنجاز، ولا يأتي، والإنجاز هو نقطة الالتقاء ما بين الموهبة والفرصة. نعم بالكويت نملك مواهب كثيرة لكن الفرص قليلة. طيب هذا
هو صلب دورة الروضان ونجاحها، إن أعطت فرصة للشباب الكويتي أن يبدع. ولو تكرر هذا النموذج بكثير من الأماكن الثانية لنلاقي أمورنا وطموحاتنا وبلدنا بشكل أفضل. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.